شكرا للزميل العزيز احمد كيوان على هذا اللقاء والتقرير مع الدكتور عزه زيان رئيس لجنه المراه. لكن سريعا اروح الى مقر النادي الاهلي بالجزيره وعلى الهواء مباشره الفقره الختاميه، الفقره الغنائيه الفنيه مع الفنان القدير محمد الحاج. Thank you.
وقف شويه من عندك. مهندس هندسه وقف شويه من عندك. السادة والسيدات أعضاء النادي الأهلي الكرة، تلتقون بعد قليل مع الفنان محمد حل الحلو الذي يحيي حفل ذكرى 6 أكتوبر بالنادي الأهلي بالجزيرة. أتمنى لكم سهرة سعيدة. شكرا، يا رب تستمتعوا بالحفل. شيء لا بيحبك حب منين
الاخر ستر الجامد ان مهما نهب يا بويا مصر اما الواحد بيحبك حب من إدارة النادي الفنان محمد الحيل قدمها العميد محمد مرجان مدير التنفيذي للنادي. صورنا تاني لحسن انا شايف اللي كان بيصور
حبيبي كان زمان طلعت الورد بأوام بعد ما بان ورد خدك والربيع طول الزمان Thank you.
لقيتوها؟ انا عملت لك قابلتك في فيسبوك ولا لسه؟ حتى ما تقولي ايه Thank you.
زي النبات أبرياء لرضعنا كت ولا فضلنا برياء دينا الحياة زي النبات أبرياء لرضعنا كت ولا فضلنا برياء طب نهرمان السيف على الزيت وغيرنا وقت وغرب الكف والكبرياء زي الشجر موت وانت واقف زيه في مطرحك عيش يا ابن آدم بك زي الشجر موت وانت واقف زيه في مطرحك ولا تنحني مخلوق بشر أو حجر وشد فوق مهما الزمان مين اللي قال الدنيا دوسية فيها عبيد ملك ايده فيها السين سوانا رب الناس سواسية لحد فينا يزيد ولا يخزي مين اللي قال الدنيا دوسية فيها عبيد ملك ايده فيها السين سوانا رب الناس سواسية فينا يزيد ولا يخس شكرا شكرا شكرا
البلد والحب مني يخاف عرف وداير انا بوشوش الاصداف العشق لعب قلبنا والحب مني يخاف شغلت عيون صبية بكامل الاوصاف بدري البدر لو طل يحلف عمر ما شاف بدري البدر لو طل يحلف عمر ما شاف زي ابتسام البدر ده الحد والانصاف تسكن مكانه هنا وانا هشتغل عراف مش الأصدق اللي عاش بلعب الجلبنة والحب مني يخاف عرف داير أنا بوش مش الأصدق اللي عاش بلعب الجلبنة والحب مني يخاف شغلت عيون صبية بكامل الأوصاف بدري البدر لو طل يحلف عمر ما شاف بدري البدر لو طل يحلف عمر ما شاف زي ابتسام البدر ده الحد والانصاف تسكن مكانه هنا وانا هشتغل عراف قلوب الناس غطست عرايس وطول
ركزت لي مية في الكاس ركزت عرايس الدور ركزت لي مية في الكاس عودت المزمار على نغمك يرقص ولا شعرك جاس لعبت قلبنا والحب مني يخاف عرف داير انا بوشوش الاصدق العشق لعبت قلبنا والحب مني يخاف شغلت عيون صبية بكامل الاوصاف بدري بضوي لو طل يحلف عمره ما شاف بدري بضوي لو طل يحلف عمره ما شاف زي ابتسام البدر الحق هي انصاف تسكن مكانه هي وانا هشتغل على الله حبيب Yeah.
زمان ما سبتناش أبرياء واخدناني في طريق ما منوش رجوع أقسى همومنا تفجر السخرية وأصفى ضحكة بتوه في بحر الدموع ما سبتناش أبرياء واخدنا ليه في طريق ما منوش رجوع ساهمنا في فجار السخرية وأصفى ضحكة تدوه في بحار الدموع جيب الشجن من اختلاف الزمن من بين ايدينا ولا تنتهيش ده احنا يا دوب ابتدينا والليل اول بكره هيبان له اخر وبكره تفرج مهما دعيت علينا شكرا بشكر لجنة المرأة عملت لنا الحفلة دي وأسعدتني أن أنا أشوفكم وأجي غني في وسط النادي الأهلي. وعلى فكرة غنوة عراف دي أول مرة قلتها كان سنة 82 كان الأهلي واخد كاس وعملوا حفلة وأنا غنيت فيها عراف كانت لسه طالعة. الحب سوا.
تعال بعد السنة مش قبل السنة بليل حب حلوة بألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة ألف ليلة وليلة بكل العمر هو العمر الليلة زي الليلة زي الليلة الليلة زي الليلة زي الليلة زي الليلة جميل جميل
مش انسى ابدا يا لما حضرتك كنت المسرح واخد شغل.
لا مش هعمل حاجة على المسرح، لا لا مفيش كلام ده، مفيش كلام ده، دي آخر غنى. إيه إحنا مش
خمرة يا ليل الهوى رماني وتهت فيك وضاع زمان يا خمرة يا ليل الهوى رماني وتهت فيك وضاع زمان يا خمرة يا ليل الهوى رماني وتهت فيك وضاع زمان يحدثني بحر لبرتان يحدثني بحر لبرتاني يجيبني شوق أو تنتهي حفلتنا النهاردة. وبشكر أعضاء النادي الأهلي الكرام اللي شرفونا النهاردة، وطبعا بشكر كل أبطال حرب أكتوبر ومجلس إدارة النادي وقناة النادي إنها شرفتنا بالتسجيل النهاردة، وشكرا لكم جميعا. أهلا بحضراتكم من جديد بعد ختام الاحتفالية والفقرة الفنية من خلال المطرب والفنان القدير الأستاذ محمد الحلو. كانت سهرة اجتماعية ثقافية فنية لاحتفال عائلة الأهلي بتكريم رموز وأعضاء النادي الأهلي الذين شاركوا في حرب أكتوبر عام 73. النهاردة زي ما قلنا 12 أكتوبر عام 2018، بالتأكيد هذا اليوم التاريخي سيخلد وسيكتب في التاريخ أن تم تكريم أسر الشهداء ورموز القوات المسلحة والذين شاركوا في حرب أكتوبر ممن هم أعضاء في النادي الأهلي، بما أن النادي الأهلي قلعة وطنية بالتأكيد بتخدم المجتمع المدني ودورها الوطني والريادي واضح للجميع سواء في الفترة الحالية أو الفترة الماضية أو فيما هو قادم بإذن الله. كنا معكم بالتأكيد في هذه السهرة وهذه التغطية الخاصة. أنا على المستوى الشخصي بالتأكيد يعني سعيد جدا بهذه الحلقة وهذه الحلقة التاريخية اللي بالتأكيد فيها معاني كثيرة جدا وفيها ذكريات وفيها صور
هتتحط في متحف تاريخ النادي الاهلي. بالتاكيد رموز كثيره جدا واعضاء داخل النادي الاهلي او عائله النادي الاهلي بشكل عام بالتاكيد كان عندها الاعتزاز والفخر لتكريم الرموز النهارده في يوم الوفاء والنصر من داخل المقر الرئيسي للنادي الاهلي، مقر النادي الاهلي بالجزيره. هذا المقر اللي بالتاكيد قلنا ان السينما المصريه جسدت فيه مشاهد عظيمه وكبيره جدا. هذه المشاهد العظيمه من خلال ملاعب النادي الاهلي داخل مقر الجزيره كان ليها دور وطني ودور ريادي، استقبلت الفدائيين والقوات المسلحه في فتره من الفترات لاداء التدريبات العسكريه على ملاعب النادي الاهلي، وده الشيء اللي تم تجسيده بشكل رسمي في السينما المصريه. والنهارده الكابتن محمود الخطيب في كلمته امام اعضاء النادي الاهلي وامام عائله الاهلي وامام جمهور النادي الاهلي اتكلم عنه استفاضه واتكلم عنه بتفاصيل كثيره جدا. وفي النهايه بالتاكيد كمان اللجنه العليا للجان ولجنه المراه ولجنه الشباب وهذه الافكار المميزه اللي بالتاكيد بنستغل هذه الاحداث التاريخيه داخل مقر النادي الاهلي ازاي نقدر نبرزها وازاي نكرم رموزنا. تكريم لجنة الرواد في أو رواد النادي الأهلي في بداية هذا العام، ثم تكريم الفرق الرياضية، ثم تكريم بقى التاريخ، تكريم الرموز التاريخية وتكريم أعضاء النادي الأهلي ممن شاركوا في حرب أكتوبر عام 73، وأيضا على شرف هذا الحفل تكريم أسر الشهداء داخل النادي الأهلي. بالتأكيد كان يوم تاريخي، بالتأكيد بنسعد بهذا اليوم، وستكتب هذه اللقطات في التاريخ خلال الفترة القادمة لكي تحكى للأجيال عبر سنوات وسنوات قادمة. إن شاء الله بإذن الله خلال الفترة القادمة يكون في حلقات أخرى مميزة نرصد من خلالها كل الاحتفالات التاريخية داخل النادي الأهلي ومن خلال عائلة النادي الأهلي. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.